به ومن تبعه له الى يوم الدين. سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطويني وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سماحة الشيخ عبد الهادي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الثقة العظيمة التي نحييها في هذه الليلة، وهي ثقة انتصارات العاشر من رمضان 1993 الموافق 6 أكتوبر 1973، سائلين الله عز وجل أن يجعل أيام مصر وأهلها كلها نصر وعزة. أما التهنئة الثانية وهي المسبب الأولى، فلولا الأمن والأمان والاستقرار والعزة والنصر ما كان لنا أن نجتمع مثل هذا الاجتماع في أمن وأمان. هذه التهنئة لأهالي مصر القديمة، بل للمصريين جميعا، بل للمسلمين وكل محبي هذا المسجد ومعتني مسجد سيدنا عمرو بن العاص بهذا التطوير العظيم. سائلين الله عز وجل أن يجزي سيادة الرئيس كل الخير على اهتمامه وعنايته وتوجيهه لتطوير المساجد